وجهك يهز دنيا العراق ويا كبر اسمك منبع للحضارة انت يحفظك رب ويسلمك منبع للحضارة انت يحفظك رب ويسلمك بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب قناة صلاح الدين من داخل المراكز الانتخابية ومراكز النازحين في مدرسة يزدان دخت من داخل عنكاوة أربيل. أهلا وسهلا بكم. حقيقة العملية الانتخابية تجري بشكل صحيح وشفافية عالية وصيغة جميلة جدا، والإقبال الجماهيري إقبال واسع جدا وكثير ومتزاحم ومتزايد على العملية الانتخابية، وهذا دليل على أن الوعي العراقي ووعي الجماهير وخصوصا النازحين وقادرين وقابليتهم على التغيير، خصوصا ما حصل من قبل الحكومات السابقة والسياسات السابقة الفاشلة التي أدت إلى كثرة النازحين ووجودهم هنا خاصة في الأقليم كردستان بكافة نواحيه وبثلاث محافظات من داخل الأقليم. اليوم متوجهين إلى صناديق الاقتراعات وإلى أماكن الانتخابات، أكيد إحنا نبحث عن الأشخاص اللي فعلا يخدمون هذا الشعب، واللي صار بينا إحنا خصوصا أهل الموصل مو قليل، يعني كانت ضربة قاضية من قبل داعش وغير داعش. نتمنى إحنا من الوجوه الجديدة ونريد تغيير، يعني تغيير شامل، اللي يطلعون الفاسدين ما لهم مكان بعد بهذا البلد، لأن الشعب تدمر وتحطم. إحنا نتمنى نكون تكون حياة العراق بصورة عامة مثل ما حياتنا هنا بكردستان، الحمد لله، يعني أرض طيبة، ناس طيبين، عشنا بهاي الأرض بكردستان. يعني نتمنى كل العراق يصير بشكل أمان، ثقافة، احترام، ناس تقدر ناس. فإحنا إيش رايدين التغيير هذا شيء ضروري، يعني أوجه رسالة لكل الأخوة العراقيين بعموم العراق، الانتباه والتركيز على الشخص يعني فعلا يستحق يكون إلى مكان بهذا البلد، لأن إحنا جايين مقبلين على 4 أعوام أخرى راح يكون مصيرنا احنا ان شاء الله للافضل. احنا ما نريد يكون للأسوأ، لان اللي دفع الثمن ال4 محافظات اللي راحت خلينا نقول وراء داعش وغير داعش، احنا ما نتمنى هذا الشيء ينعاد باذن الله على بلدنا. واتمنى التوفيق لكل اصيل وفعلا يكون شريف يخدم هذا الشعب، مو شرط انه هي خلاص ياخذ عده راتب وهو عضو بالبرلمان وفخفخ، احنا ما نريد هذا، كافي يعني خلي يعون على نفسهم، حتى هم الاعضاء اللي دا يرشحون روحهم ويريدون قيادة في هذا البلد. نتمنى التركيز ياخذوها من باب الأبوية والحنان والعطف والضمير الصاحي، لأن المادة تروح وتجي زائلة، وإنما البشر يبقى هو بشر. خلي يفكرون يعني بالله سبحانه وتعالى أنه هو قادر على كل شيء. وأتمنى ربي الله يوفق كل من يخدم هذا الشعب بصورة صحيحة ويخدم يعني بضمير. مي نهر دجلة نخلاتك شعار.